السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيكم في سلسلة مدير مزرعة. يمكن أفكر أخليها الحلقة الأخيرة، صراحة بخليها شكل الحلقة الأخيرة هاي، لأن اللعبة يعني فيها نوعا ما ليميتيشن. الحين بدينا نحن في الزراعة هني، سويت بس وأنتم مش موجودين شوية مخازن هني وحقلين كبار، وخلنا هذا بعد عنا الكروب، وفتحت المنطقة هذه بس يبالها كهرباء برايها، وحطيت مصنع ثاني حق الطحين، واصلا في برودكت ثاني، في كورن فلور بعد حيتم، في بعد كورن فلور حق الذره نقدر نسوي اشياء ثانيه، في وايد اشياء نقدر نسويها صراحه، مش شويه اشياء. بس انا ركزت على منتج واحد على اساس المنتج هذا يكون هو البطل. انزين، ما سويت اشياء ثانيه وايد ورا التسجيل. انا الصراحه هي الشيء الاساسي يمكن المزارع، هاي مزارع وايد حلوة على فكرة. أنا حتى هني يشوفوا حب عباد الشمس وما أدري شو، كله أوكي، أموره طيبة. أوه لحظة، هذا بيحشرنا لأنه نشبك كهرباء، فخلونا نشبك كهرباء هني. حط كهرباء ب 8000، نايس. زين، أساس ما يتم يحتشر، يبقى كهرباء ويبقى كهرباء. هاي المنطقة ترى كلها ريونوفيت، يبالها شوفوا كلها يبالها فلوس، حتى كل شيء بفلوس نشلها، كل شيء رموف فلوس فلوس فلوس. يستوي عنا بار، نستوي عنا كل شيء، بيوصل لك كهرباء، يستوي عنا منطقة كاملة هني متكاملة، يعني خزانات ما ادري شو، كل شيء كل شيء موجود. يعني يزيد السعة كأنه امتداد مزرعة. والله انا هالحلقة عقب بشوف هل بكمل ولا ما بكمل، ما ادري، بس اعتبروها نوعا ما الحلقة الاخيرة. انزين، بعد ما في كهرباء بس اساس ما يحتشر يا جماعة الخير، خلنا نوصل كهرباء. اوكي، هذا اول شيء. ثاني شيء خلنا نتكلم عن الماركت نفسه. شوفوا كم قاعدين ندخل فلوس يا جماعة الخير، شو عنا الفلوس شيء كبير. عنا شو 800000، اوه 800000، خلنا نحط مصنع اكل. انا دام عندي 900000 بحط مصنع اكل، تذكرون كنا نبغى مصنع اكل بس كان غالي، فخلنا نحط مصنع اكل وبحطي للشارع هني، عندنا شارع رئيسي هني برايا يعني. خلنا نرتب المكان شوي، خلنا نحط الشارع هني. اوكي، الحين بنحط مصنع لك، بتشوف شو اخبار مصنع لك هني. عندي مكان، ما عندي مكان حق عمال زياده. ها بعد يبغى العامل، مش غلط صراحه، مانيفاكتشرنج هاير، خلاص اذا ما في بيت غير اصلا في المكان. زين، خلي هذا يبني بس. الحين بتشوف شو يحتاج منتجات عشان نسوي له يعني منتج، يمكن ما ادري شو يحطون في الاكل يعني هم كمنتجات، بس المفروض يستعمل اشياء وايد، المفروض يدخل فلوس وايد، يعني الفكره الاساسيه. بس ترى فكره الحقول الكبيره حلوه اللي فتحت. اي سياره ناقصه؟ والله بشتريها عادي، تشست تريلر. دقيقه، والله كنا غلط صح برايه. تست تريلر باي، خلينا نحطه هنا. زين، خلي اذا يبون تست تريلر خلي يشلون هنا. شو يبون؟ زين، كومباين يتمون، يحتاجون اشياء لانه وايد مزارع وايد عمال. لين ها ما اقدر اشتريها، هاي غالية. خلينا نشوف شو عندنا منتجات. ثلاثمائة ألف بيب تقريبا، هاي 18000 بيضة عندي، ألم بيها لأن الأولية خدت قرض وايد قسط الشهري الصراحة، راح قسط الشهري مو بهين. وين صارت اللي هنا؟ أيوة هذا أجزنا كومباين باي. أيوة
تغطي معظم المزارع، صح تغطيهم كلهم تقريبا، بس ممتاز. موجودة الحين هاي، موجودة هاي علامة شو؟ مستودع؟ يعني مستودعات هني 100,000 بس، من 150,000، 150 من 300,000 بس. حشيش وايد اصلا، حشيش دايما عندي يعني زيادة منه بشكل مخيف. خلنا بيع 70,000، زين 70,000 ب 21,000، والله ارخص شي في الدنيا يروح. بيستوي لهم مكان خلاص. انزين الحين مصنع الاكل المفروض انه جاهز صح؟ كهرباء ما في كهرباء هاي. خلنا نوصل الكهرباء هني ونوظف عمال مانوفاكتشرز. لا مو عندي بيت، ابا بيت. البيت بعد ترى وايد اشياء في اللعبة قاعد اسويها. زين يسوي ستروبري، وهذا خلنا نشوف شو يسوي اشياء. يابا باستا واشياء ثانية. ووو يبا 80 دياية، يبا ها بعد يبا باستا، يبا بطاطا بوتيتو، يبا بيج ميت خنزير، هاي يبا خنزير بطاطا بس. كي يبالي وايد اشياء. الاكل اكل يبالي مجموعة اشياء، والله مش هي نفس ما انا توقعت. اذا السالفة تي خلنا نحطي بيت. not enough money، بس الفلوس هذا الحين نجيب فلوس، الحين نجيب وايد فلوس بعد. زين الحين بنحط بيت، بيتين ثلاثة، حلو. بننزل الرينج مال البيوت. اول شيء بنوظف عمال، خلنا نسوي ستوب للعبة. زين نبا مصنعين 4، 1 لازم اخلي شغال اللعبة بس خلي على الابطال شيء. 2 3 4 اوكي. هاي وين بيداومون؟ كلهم هني داوموا، حلو. انزين نحن شو نبى ننتج؟ خليني امسك لي محصول شيء انا بنتجه. ابى دياي تشيكن ميت، بس كيف اجيب تشيكن ميت؟ كيف يتكاثر كان؟ تشيكن ميت هيا تشيكن يا بك. وبعدين بحطي مصانع حق الباستا. هاي شو كم ينباع؟ 110. هاي شو سوبس؟ ايه سوب هذا بعد سعره احلى، بس ما بسوي لان الفراولة شغلانة. والله ابغى شيء اسهل شوي، يعني باستا وهذا والجزر. ممكن جزر، جزر يعني ممكن. هاي بخنزير، بطاطا، مخلل. يا حبيبي وين اسوي مخلل؟ انا اظني غلط اني اول شيء سويت الفرش وما سويت الفروز. زين خلينا نسوي الدياي والباستا. زين بنخطط هنا شو بنسوي. بنحطي مزارع دياي قريب من هاي. بالعكس الصبر، هذا كان شارع العود. زين بنحطي مزارع دياي على اساس شو نسوي هني. هذا نسكر عليه، نسوي لنا مزارع الدياي المعتادة. يلا زين الحين بنحطي مجموعة مزارع دياي، بس طبعا هاي المجموعة ما راح تكون صغيرة وايد. هاي هدفها انتاج ضخم نوعا ما. خلينا نحطي هاي من هنا. هذا كم موظف يباله؟ صبر ترى كل بيت يباله موظف. صبر اعرف تشوفوا كمية ضخمة من دياي صح، بس مو مشكلة. زين هالبيت فيه مكان؟ في 4 الحين. نبقى 4 8 12
16 شخص بسوي لهم بيوت خاصة فيهم أفضل، بيوت خاصة فيهم أفضل. خلينا نمد الشوارع الصوب الثاني زين، يمكن أزيد مزارع الدياي زين، بس صبرا جميل. كل الليالي شيء يقول أعرف والله، 1 2 3 16 بيتين يكفي. أوكي زين، 16 مزرعة دياي معناه 16 عامل، 16 مكان بيت، معناه بزيد هني بعد 16 مزرعة دياي. أوكي زين، خلنا نخف اللعبة اني بلهم كهرباء. هني عمود، هني ما يغطي بني بلا الحبيب عمود، هني ما توصل ولا هني توصل كهرباء من هذا. اوكي الحين بيت رقم كم نتكلم عن بيت رقم 27 28 29، يعني animals حيوانات بيت 27 رايت كليك. ابى اوظف واحد واحد فيهم، عرفتوا؟ لان هاي بيحتاج مجموعة خدمات بروحه الحين. هني animals ما في animals يا حبيبي، animals ولا واحد انديورنس. اوكي يلا بطوفه بيت 27. هذه الحين يعني خطوة ضخمة، المشروع ما كان على بالي صراحة الا من الصدق، بس اوكي الحين ابا حقه هني صبر، غير 16 بيت الزيادة الحين شو لازم اسوي؟ لازم اسوي لوجيستكس بيلدينجز. نوت انف ماني، مو مشكلة ماني، نقدر ندبر فلوس الحين، احنا ما عندنا مشكلة ندبر فلوس حاليا. زين نبى نبني لوجيستكس بيلدينج في الوسط، شوفوا هني في الوسط لانه وايد سيارات بتكون في المنطقه هني، هاي المشكله. زين الحين خلينا ممكن نحصل مال الحيوانات، هذا بيت 27. هذه سالفه اني اوظف حبه حبه هاي متعبه وتاخذ شوي وقت اكثر. هذا انديورنس فيه بناخذه. زين الحين وظفنا نحن شو، عفوا انا ما وظفت هذا، بوظف 4 زين، في بارن هني يدعمهم، هي في بارن. اوكي وظفنا 4 فبنبدا نشتري شو دياي. زين باي تشيكن عطى من هذه المحاصيل، هذا ما بعطيه خلاص، بس الكواليتي مال الاكل. وكل واحد فيهم راح يمشي على نفس النهج تقريبا، بس هذا يكفي. باي اتكن 20 ربيه يعني 3. الحين اساين هاير هذا. اوكي في الانيملز بيت 27 زين، نشتري له دي اي زين، ونمشي حبه حبه على هذا الموال لين نحن نحصل يعني كل اللي نقدر. animals 27 animals، والله وايد بيوت قامت تطلع. 27 27، هاي اثنين اخذوا animals صح، ترى الحين هاي معانا ثانية 1 2 3. المفروض هاللوجيستكس الحين ترى على فكرة يعني يخدم المنطقة خلاص. انا بعدين يمكن برع على هو يمكن اسوي شو موضوع ال animals، موضوع اني ادربهم. 27 endurance بيت 7، وليش بيت 7 يا الله، مو مشكلة براي بس اعملها حق شيء هناك، احتاج وايد مليون موظف اصلا. هذا هني زين، خلنا نشوف منو ما عنده دي اي. هذا ما حديت، ما حطيت لهم اكل.
أكل ما حطيت لهم، ما اشتريت لهم دياي. روح اشتري لهم، هاتي لهم أكل أنتي. أنت أساين أير. هاي مشكلة يعني، لو في طريقة شوي في اللعبة أشياء أني أقدر مثلا أوظف أكثر أشياء بالجملة يعني. الحين هاي كل واحد فيهم يباله تدريب الخاص، يباله شذا الخاص، يباله أشياء يعني. مش تعالوا روح، الحين 16 بيت هني، هاي 5 سيارات كلها فل صح؟ ما بتكفي 5 سيارات، لأن هاي اللي بيستعملون كل البيوت. مع إنه كدياي ترى هذا وايد وايد بالنسبة للدياي. زين 8 سلطات في البيوت خلصت. باي دياي. زين ممكن أكمل الباقي عقب ما أشوف شوي أمشي في الموضوع. صبر أنت تعال هير. تعال أنت وين ساير؟ انزل لين هني. انت لي وين ساير؟ انزل لين بس هاي اللي تحددون. انت لي وين ساير؟ انزل لين بس هاي تحددون. اوكي اساس ما يصير بعيد. ونسوي هاير انيمالز 28 28 28. زين ها معناه نسوي اساين. هذا فاضي ولا لا؟ اوكي هذا في له assignment. باي تعال هات لهم هذا الاكل. دياي تحددت الاكل، هي حددت الاكل. انت انت لك assign باي دياي. يا سلام على الكميات. بس زين انت تعال assign باي دياي الى اخره. زين انت الحين شو كم واحد هني؟ 4. اقدر ازيد 4 غير. نايس 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 نايس. ما في انيمالز، ما في اي حد. انديورنس بعد بشل، وين انديورنس؟ هذا انيمالز، هذا انيمالز. اوكي 4 اخذنا. اساين يلا باي ياي. اعطهم اكل. باي 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 باي. زين تعال وينك؟ اساين باي دياي. عطم اكل. 1 2 3 4 5. اوكي باي دياي. عطم اكل. يلا اشتر فل دياي. اساين يلا اساين. عندي 1 موظف فاضي. باي دياي. باي 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 باي. روح هات لهم اكل يلا. اوف انزين هذه للحين مفروض ما ينتجون دياي شوي يعني، مفروض اقدر اجيب كمية دياي على امل ان انا اسوي دياي. اوه لحظة صبر. انزين المصنع هذا شو عنده؟ عنده دياي تشيكن ميت. تشيكن ميت معناه بحتاج سلوتر هاوس. تذكرون كان عندنا سلوتر هاوس مصرخ برودكشن. كم سعر السلوتر هاوس؟ سلوتر هاوس ب 340,000. زين معناه نسير ماركت ونبى نبيع. شو عندنا؟ جبن 5000 بيضه، 5000 بيضه، 100 جبن 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 كعك الى اخره 400,000. زين وني نحطي حبيبنا منو السلوتر هاوس. والله مكان حلو، كان طيب ترى. هلا بس نوصل الشارع الفرعي هذا الطريقة هاي. اوكي الحين ها بياخذ بعد 4 اماكن من البيوت هاي. اوه يا السلوتر هاوس فنان، خطير جدا جدا السلوتر هاوس. خلنا نشوف. يلا بسم الله يلا ابني. يلا ابني يا صديقي. الحين بيقول لي ما في موظفين. انا سرع اللعبة.
بوتر هاوس. بعد ما نحتاج نسوي باستا. انا عندي مزرعة هني عود عبارة عن شو؟ قمح. انا اسف لكن نبكرت. اوكي انا اسف يعني لكن راح تغير. انزين نبا كاروت ونبا باستا. بنحط اربع مصانع هني. بس صبرني صبر على ها بصبر لان نظريا وايد طحين كم يستوي عندي لاني حطيت مصنع طحين ثاني. المفروض الانتاج عندي شغال عسل. يلا اساين اير هني انيمالز اظني ولا فاكتوري. لا هاي اللي بيكونوا فاكتوري. مانوفاكتشرنج مانوفاكتشرنج ماشينز انيمالز انديورنس بعد ممكن مانوفاكتشرنج. عندنا هذا فل نايس. نايس يعني هذا الحين في اربعة شو يحولون دي اي. اوه بس مو يبون دي اي. هذا السؤال. Not enough resources chicken. Slaughterhouse. Food processing plant. You don't have enough resources. Go to market and stock and buy strawberry. Strawberry بعد عندي مشكلة. زين انتوا الحين شو سويتوا في هذا؟ قاعد يشلون اسمه غيروا الى كارت. انزين لان عندي وايد ويت اصلا فمحتاج كارت. انزين لا مش هذيل. نحن قلنا حق المصنع منو هذيل شوهم هايل 22 23. Take above 8. Take above 8. Take above 8. شوفوا الحين ها حبة حبة إن شاء الله يشتغل نفس ما أنا أتخيل. Above 8. Take above 8. Above 8. Take above 8. هالمزارع بس مسوي لنا حق السلوتر هاوس ترى. شفت المصنع الاخير ينتج انتاج خرافي يعني. ايك اباف ايت ايك اباف. لا خلاص خلصنا ولا لا ما خلصنا بعدنا. بس عنده ثلاث ديايات. بس عنده ثلاث ديايات. لحظة ايك اباف ايت ايك اباف ايت. باقي لي اثنين عفوا. لا 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 وين صاروا الاثنين الباقيات عيل؟ اوكي اظني ما وظفنا فيهم ناس ولا؟ انزين اهم شيء المصنع قاعد يحصل دي اي. ترى المشكلة اذا ما قام يحصل دي اي هاي المشكلة. نحن نبى شو يحصل دي اي. الخمس العشر دي ايات يتحولن الى 50 دي اي. انزين هذا دي اي قام يحصل مفروض. اوكي عنده 150 دي اي. الحين شو نبى؟ نبى نحطي الحين هاي يصنعون شو كعك صح؟ نبى يصنعون شو باستا من شو؟ ويت فلور. لحظة نتأكد بس. باستا زين نبى مصنع واحد على الأقل يبدأ يصنع شو؟ باستا. نغير جوز مفروض على أمل على أمل. ها كم واحد فيه؟ في ثمانية في ثمانية. خلى هذا أقل شوي من تي يطلع لي هناك. عرفتوا؟ غلطة كل هالبيوت انا حطيت والله.
بنحط بيكر هنا عندهم اذا ما كفى الباستا. انزين 75 باستا على الرن الواحد. وعندنا الكرت، الكرت شو اخباره الحين؟ شو بيه كرت بس مؤقتا، من انتاج باستا عندي خلص واحصل باستا هني. انا نظريا الحين المفروض يكون عندي باستا. لا بعده ما عندي، خلنا نبيع هذا وايد عندنا. والله في اشياء قمنا ندخل فلوس يا الربع، فلوس خطيرة جدا. 800,000 في بيعة، 800,000 انا بعته ب 800,000 تو. انزين 180 باستا، بنشتري كرت حاليا لين الحق اللي يطلع كرت. بشتري مثلا 10,000. باي كرت وين يكون؟ كرت يكون في الوير هاوس. اوكي حلو، بينا هني الكرت بيوصلونه. دام بيوصلون الكرت معنا مشكلة. والباستا قاعد تنتج اسرع من دي اي، يعني كل هالمصانع ما فات. هاي 8 شغالين، بس كل كم ينتجون حبة زيادة؟ يعني كل كم؟ انا ما فهمت، لان انا ما بأشتري لحم دياي الحين راحة. اذا خلي تشوف المصنع من الى الجزر كم استهلاك المصنع، مصنع الاكل عالي ولا خفيف؟ هني سؤال، لان اذا بنسوي شوربات اظن المشكلة بتكون عندنا بس في منو في الدياي المشكلة بتكون. زين خلينا نزيد تدريب الجماعة اللي موجودين هني. مانوفاكتشرينج، مانوفاكتشرينج. زين نزيد تدريب حسب الانتاجية عندنا، نزيد شوي يعني يكون زين. لا اظني بيكفي وزيادة حاليا، حاليا زين. اوتوم الخريف يا اوكي شكرا. انزين الحين استوى عندنا باستا. باستا واتس ذا فاليو اوف مش باستا عفوا الشوربة، ما حد قاعد يشلها، ما حد قاعد يحطي وين؟ 5,000 وشوي. اوه الا خمة يعني 200 كيلو كم؟ 7,000. بس السؤال يمديني اسوي زيادة؟ اظني على كمية الدياي اللي عندي ما يمديني، على كمية الدياي ما يكفيني. خلنا نمشي ونزيد productivity مالهم، لان نحتاج قد ما نقدر انتاج زيادة. فالحين قد ما ازيد فيهم بيزيدون عندي منو الانتاج، فخلنا نستثمر شوي في الناس يمكن يزيد عندي الانتاجية شوي. اذا الانتاجية زادت بنرتاح ترى. manufacturing endurance مش كلهم والله، ما حصلت كلهم animals، وظفت اللي حصلته لاني مسوي كمية ضخمة من المصانع. توتال الموظفين اللي اقدر اوصل له 500 انا حاليا عندي، ما اقدر اوصل اكثر. بس manufacturing animals، animals، animals training باقي 150 يوم. ما اذكر انا training شو حتى مسوي صراحة. هذا الحبيب الانيمالز. اوكي الحين هذا على امل انه يزيد الانتاجيه هنا، بس ما عندنا كميه دياي بعده. انزين لا بس المصنع بيتم شغال هوبفولي. دياي مو شيء، بتقول لي محتاج دياي اكثر من هذا؟ اوه يعني هذا المصنع بينشف كل شيء اساسا من البدايه. زين خلى هذا بعدين نحوله باستا. زين خلى يستهلك البيض مو مشكلة، بس السلوتر هاوس ابغى يشتغل. تشكن تشكن ميت 10 ديايات ستون 10 تشكن ميت. شو البرودكشن الثاني اللي عنده؟ بقر لاخره، اخره وز، خنازير، خرفان، انز، كل شيء موجود هني. بس هني الحين اقدر تشوفها شو شلة. نسيت والله داق عليك لك قبل.
كيف احل موضوع الدياي؟ هذا ما قاعد يحصل دياي ما فيه الكفاية. موضوع شوي يزعل. انا ما بقى قاعد اشتري دياي، انا قاعد اشتري ما يكفي من الاغراض. زين، هذا اذا قدروا يسوون على الموسم بيكون زين، بس هذا فرضا يبقى 50، كل 10 يحوله 50، كان عنده 50 كن ميت، يبوله 10 حطي. ما ينتجون بسرعة والله الدياي ترى، يعني مش بالسرعة اللي انا توقعتها. انزين، هذا معناه اذا التريننج، بس انا ابغى يخلص ببدأ تريننج بعده عشان نزيد انتاجيتنا شوية. بس اوكي المصنع شغال، المصنع شغال شوي، دياي ناقص لكن شغال صراحة. يعني شوي دفة بعد من الماركت ما يضر. chicken meat غالي، 200,000 اشتري 10,000، خلي اشتري ستوك واحد الحين. زين، وبشتري كارت 10,000 غير، خلي ينتج حاليا، خلي شغال ينتج لين نشوف شو وضع الدياي عندنا. يعني بتشوف الوضع كيف يوم بيجي للحين كمية 10,000 دياي بيستانسوا. ما عليكم، طبعا صار عندنا جبن، ما جبن اجبان عندنا هني مال بقر والله شغالة بال100,000 قاعد ابيع، وفي اشياء ببلاش قاعد تروح. هذا فنان بعد 180 كيلو انتاج والله جيد. باستا، الباستا سعرها افضل من دياي احس، لانه مرتفع سعرها. دياي شوربة نازل بس بعد يعني سعره عالي ترى. نسوي شي ما نباهن، وهذا خلنا نبيع 300,000 شوي نعدل الاقتصاد. انزين، وين اللي هذا ليش ما وصل؟ انا اشتريتها في 15,000 هذي، في 10,000 هاي بس باقي يوصلون، وصلوا له 500، وهذا بيساعد. يعني كل شيء الحين قاعد يساعد ان المصنع هذا يتم شغال ما يبند، على امل انه ما يبند. والله اقدر افتح مصنع ثاني على انتاج المعكرونه هذا، ما عندي مشكله. يعني اذا دق على الوير هاوس عندي 3,000 وشي معكرونه، خلينا نحط مصنع ثاني. السالفه بالطريقه هاي، اوه سعره مرتفع. نايس، هذا وايد $20 وايد فرق. هذا ابيع الحين؟ لا ما ابيع، خلي تري شوي، دور الاشياء اللي سعرها مرتفع شوي او معتدل على الاقل، على اساس نقدر نبيع. 1400 جبن، 70,000 شكلها سعر الدقرط صراحة. انا على 750,000 ما يبال شيء، اقدر اجيب 750,000 بس احس اني بكون خسران وايد فلوس. ما احس الوضع يستاهل، بس اذا احطي مصنع ثاني وتشوف هني عندي دياي باقي كذا، هذا باقي كذا، باقي 15,000، وغير ان ما هني بيني كمية طيبة اظني، بيني فوق اذا هاي يعطيني 10,000 تقريبا محصول، المفروض يعطيني 30,000. شو باقي الحين؟ شو يسوونهم؟ يا لس ما ادري يسوون سيدنج، ياس يزرعون، وعقب يرشون، وعقب يبدا بمفروض قريب انتاج. انزين، انت ليش زعلان؟ نت انف ريسورس ستروبري. انزين ستروبري ما ادري من محتاج ستروبري، هلكني. اذا هاي السالفه 1400,000 كذا 8,000، والله يستهلك الدي اي صراحه، يستهلك الدي اي مش طبيعي صراحه. نحطي هذا ونحطي خلاص، بحطيها يأست صراحه، است ابا احطي ابا اجيب 750,000. والله بالطريقه هاي اللعبه تم ماشيه صراحه يعني، بس سوينا تقريبا اخر مصنع، فاحس خلاص صراحه راح يكفي حق هالمره. يعني كلعبه هاي كانت سايد جيم يعني بالجانب الى سيتي سكاي لاين. اذا السلسله كانت يعني مدعومه بشكل جدا كبير، و وايد انتو لكم بارض عشان نكمل اللعبة موضوع ثاني،
بس مبدئيا انا اشوف شبه يكفي الوضع. زين خلينا نسوي هذا هني، نبني فعلا. بس هذا المصنع مو مشروع وايد ناجح. الطريقة اللي انا سويت فيها مش بالنجاح اللي انا توقعته. صراحة مش بالنجاح اللي انا توقعته هذا. يعني ليته ما كان بالطريقة هاي الصراحة. بس اتس فاين يعني، اتس فاين. بس ينتج دام انه قاعد ينتج مرة طيب. بس بعد يمكن احط مزارع زيادة. المهم بالنسبة للحين اظني خلاص يكفينا سلسلة مدير مزرعة. نشوفكم ان شاء الله في العاب ثانية على خير. شفتوا النظرة العامة انتوا للعبة، وهاي المزرعة اللي سويناها اقدر يراويكم اياها بعد من فوق. وين صار البيت الرئيسي مالي؟ ها ضاع والله. هذه طبعا نقدر نشتري ونتمدد ونسوي 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 ونسوي، واللعبة ما توقف ترى. فمشكورين على متابعة السلسلة. نشوفكم في سلسلة جديدة إن شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.